علي، انا مش هبات عند ديلر يا علي. ما تخافيش يا فرح على ضمانتي، وبعدين ست عشا معاه ماليش دعوه، بلا ست وبلا بتاع. ده بيت مقرف قوي، انا مش قادره استحمل. ده الفرش مزيت. مزيت؟ بقول لك ايه، اتصرف وديني اي اوتيل. اوتيل مين يا فرح؟ انت عايزه تسلمينا؟ ده احنا مش هنعدي حتى الريسبشن. ابوس ايدك اركن لنا مخك ده على الرف، امشي بمخ انا يوم واحد. يا بنت انا همسكك ملايين. مبالغ بيرن بقى له حبه، امسك. انا عارف النمره دي كلمتني كذا مره. طب ما ترد. فكك، خلينا في المهم. هتطلبي من ابوكي كام؟ اربعه ولا خمسه ولا كام؟ 5 مليون. انا هاخد 4 وانت حلال عليك المليون بحاله. ماشي. طب واللي جوه ده هنعمل فيه ايه؟ لو انا مالي باللي جوه يا حبيبي، انت هتعرف تكيسه. سهل، نقفش بس الفلوس ويحلقها الف حلال. طب انت تفتكر ابوك هيدفع على طول ولا هيقعد يفاصل ويقعد بقى يشد في العريض؟ هيدفع. زمان وقعت في حوار كبير قوي ومش قادره اقول لك دفع فيه قد ايه. قد ايه؟ بعدين، مش وقته.